السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلاب، المرة اللي فاتت اشتغلنا يعني ايه العمل التطوعي، واخدنا مفهوم العمل التطوعي، واخدنا صفات المتطوع الفعال ودور الشباب في العمل التطوعي، وازاي العمل التطوعي ده ليه دور في المجتمع وفي بناء المجتمع. وصلنا لغاية اخر حاجة اتكلمنا فيها كان صفات المتطوع الفعال. النهاردة ناخد جزئية ثانية اللي هي اشكال العمل التطوعي. العمل التطوعي ده حاجتين، عمل فردي ومؤسسي، تطوع فردي ومؤسسي. التطوع الفردي ده بيمارس الفرد دون تدخل من الحكومة، بيمارسه بمفرده، هو بنفسه اللي عايز يقدم وقت من جهده وماله ومجهوده وأفكاره لخدمة المجتمع وخدمة العمل العام دون انتظار مقابل. العمل المؤسسي ان الفرد بينضم الى مؤسسة وكيان محدد بيقدر من خلاله يقدم التطوع. طيب ايه هي مجالات التطوع؟ اول حاجة المجال الاجتماعي، ان بيساهم في حل مشكلات المجتمع زي مساعدة الفقراء. المجال العلمي، المشاركة في نشر العلم ومحو الأمية. المجال البيئي، حملات التوعية للحفاظ على البيئة. تاني ايه هي مجال التطوع؟ مجال اجتماعي، ان انا ابدأ احل مشكلات المجتمع، اقدم مساعدة، اشوف ايه مشكلات مجتمعي سواء فقر او جهل او مرض، ايه المجال الاجتماعي اللي ممكن اخدم بيه في العمل التطوعي. المجال العلمي، ان انا شارك في نشر العلم ومحو الأمية وإعادة المتسربين من التعليم. المجال البيئي، المشاركة في حملات التوعية البيئية والحفاظ على البيئة، واللي احنا دلوقتي تقريبا موضوع فيروس كورونا ده خلانا كلنا عملنا عمل تطوعي في المجال البيئي، ان احنا بنحاول نشارك في حملات التوعية البيئية وان احنا نحافظ على نفسنا وعلى البيئة ونحافظ على النظافة والتعقيم والكلام ده. يعني الحاجة دي احنا بقينا بنعيشها في الكلام دلوقتي او بنعيشها في حياتنا في مجتمعنا بعد ما كانت بالنسبة لنا مجرد كلام في الكتب. المجال الديني، ازاي يشارك في مجال الدعوة والتصحيح الوعي لافراد المجتمع. المجال السياسي، ان انا انمي الوعي السياسي للافراد عن حقوق الانسان. يبقى مجالات العمل التطوعي، مجال اجتماعي علمي، اجتماعي علمي بيئي ديني سياسي. هنتكلم بقى على المبادئ الحاكمه للعمل التطوعي او للتطوع المؤسسي. اول حاجه، طالما انت دلوقتي في مؤسسه زي بنك الطعام، زي جمعيه رساله، زي اي مؤسسه بتقوم بدور في العمل التطوعي، لازم يحكمها مبادئ العمل فيها هيكون عمل منظم. فعلشان كده اول حاجه في المبادئ وجود قواعد عامه بتحكم العمل في المؤسسه التطوعيه. انا عايزه قواعد عامه للعمل تحكمني. تاني حاجه، استمراريه، توافر استمراريه في العمل بالمؤسسه بغض النظر عن الاشخاص. يعني الاشخاص بيتغيروا لكن المؤسسه بتظل ثابته وما بتتغيرش. مثال مثلا ملاجئ الايتام ودار المسنين، الناس اللي بتشتغل فيها في عمل تطوعي ممكن يسافر يهاجر او لا قدر الله يتوفى، يعني الاشخاص ممكن يتغيروا لكن المؤسسه بتظل ثابته. عشان كده قال لك توافر الاستمراريه في العمل المؤسسه بغض النظر عن الاشخاص. دي مؤسسه وليست تقوم على شخص فقط. الرقابه والمتابعه والمساءله لضمان عدم انحراف المؤسسه عن اهدافها. لازم يكون في رقابه ومتابعه من الناحيه القانونيه على اي مؤسسه بتقوم بالعمل التطوعي لضمان عدم السرقه او الانحراف او اي ممكن حد يسرق من التبرعات اللي بتيجي، فلازم يكون في رقابه. يبقى دي مبادئ الحاكمه للعمل التطوعي، وجود قواعد بتحكمني، استمراريه في العمل بغض النظر عن الاشخاص. اخر حاجه، رقابه ومتابعه. اهميه العمل التطوعي، اهميه العمل التطوعي بالنسبه للفرد، بالنسبه للمجتمع. بالنسبه للفرد هيعمل لي ايه؟ انا العمل التطوعي ده هيعمل لي ايه؟ اكتساب خبرات. بكتسب خبره في العمل الجماعي والعمل الاجتماعي، الخبره في ايه مشكلات مجتمعي، فدي بتكسب او بتثقل شخصيه المواطن. تاني حاجه، انها بتنمي روح الولاء والانتماء، بيحس ان هو عنده شعور بالمسؤوليه الاجتماعيه. يعني المدرسه عندنا هنا لما كانت كل سنه بتعمل يوم اليتيم وبتاخد ناس من الطلبه عندنا هنا ويروحوا يقدموا ويعملوا، فانا عشان اميل روح الانتماء ازاي يبقى عنده مسؤوليه. تنميه قدراته ومهاراته الشخصيه، اتاحه الفرصه للعمل الجماعي والعمل في الفريق. يبقى انا هبقى عارفه ايه مبادئ العمل الجماعي والعمل في الفريق. تاني ايه بالنسبه اهميه العمل الطبيعي بالنسبه للفرد؟ اكتساب خبرات جديده، تنميه روح ولاء وانتماء، تنميه قدراته ومهارات شخصيه، انا بتيح فرصه للعمل الجماعي في فريق، توفير فرص للمشاركه في حل مشكلات المجتمع وخدمته. طب العمل التطوعي ده بقى مهم بالنسبه للمجتمع في ايه؟ اولا دعم تنميه المجتمع، اغير الاتجاهات والقيم السلبيه اللي بتعرق للتنميه، سد العجز والثغرات الموجوده في احتياجات المختلفه للمجتمع. قلنا قبل كده ان الحكومه وحدها والمجتمع وحده غير قادر على صنع المعجزات، الحكومه وحدها غير قادره على صنع المعجزات. لذلك كل حكومات الدول في كل الدول المتقدمه والناميه على حد سواء بيحتاجوا العمل التطوعي ان هو يسد الثغرات اللي هو مش قادر يعملها.
يوفر او بيساعد على توفير الجهود الحكوميه، وبيؤدي الى زياده التماسك المجتمعي ما بين الافراد. يبقى ده كده اهميه العمل التطوعي بالنسبه للفرد وبالنسبه للمجتمع. الحصه الجايه باذن الله هنتكلم عن المجتمع المدني ودوره في حياتنا. ما تقلقوش يا جماعه، انا معاكم، الدروس الاخيره سهله وربنا معانا يا رب.